عبر جبال وعرة وأودية وطريق لم يسيروا عليها من قبل، هرب أهالي منطقة تبيشعة في مديرية جبل حبشي حاملين معهم ما احتاجوه في رحيلهم الإجباري. عند الساعة الواحدة من مساء الخميس الفائت داهمت ميليشيا الحوثي المنطقة وبدأت بتفجير 7 منازل وطرد السكان. من هول الفاقعة ومن هول الكارثة التي وقعت، وما كان عمل الناس إلا أن النزوح، وكان من مجموعة الصالح الحوثي أن أتوا للناس إلى وقت محدد إلى الساعة 2 والساعة 3 وقالوا لهم عليكم بالرحيل، وما كان من الناس إلا أن استجابوا ورحلوا. حدود 400 أسرة الوصل منها إلى قرية إلى منطقة الدحي مدرسة اليرموك، حوالي 250 أسرة الآن حصلت لحد الآن، والبقية ما زالت في الطرقات، حيث أن هذه الأسر سلكت طرق وعرة. وصل الأهالي الخارجون من حصار دام 4 أشهر سبقت الهجوم إلى أطراف مدينة تعز، وتحديدا إلى منطقة الدحي المعروفة بمنفذ حصارها الشهير. وهناك بدأوا بالتجمع وانتظار خروج الميليشيا من قراهم الصغيرة، وبدأت حياة غير معهودة لهم. الأسر معها اللهين شمعة كارين شهلهين، بس مش الرادين بالطرق، يمشوا حافين، يمشوا بالجبال، يمشوا رجل. مشينا من الصباح لا ذي الساعة العصر، برقلنا حافين، ما معانا لا هدر ولا معانا لا شيء، ولا بعض وصلنا مغرب. فلم يسبق لأهالي قرى الوافي كغيرهم من سكان القرى البعيدة أن أجبروا على ترك بيوتهم عنوة والإقامة في أماكن بعيدة، منتظرين مصير معركة لم يختاروها، بل أجبروا على تحمل تبعاتها وترقب المصير.